السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شبابنا الطيبين والذهب. واليوم عندنا الفصل العشرين الجوينج تو. هاي الجوينج تو سالفتها سالفة، ليش هاي الجوينج تو؟ ركزوا يعني، ركزوا يا زين. هسه عرفنا ايش وقت الموعد الان. هنا ارينج ترتيب، هاي منو؟ هاي الاي ام دوينج اللي اخذناها قبل المحاضرة السابقة تتذكروها. طيب هاي الاي ام دوينج، هاي للترتيب. الجوينج تو اللي يجي وراها فعل مجرد، شرط يجي وراها فعل مجرد. هاي المن، هاي للديسايد، تقرر بانك سوف تفعل شيئا ما. ديسايد تو دو، قررت ان تفعل شيئا ما. اذا هاي ديسايد للديسيشن، للقرار. انا قررت اسوي هيك، بينك وبين نفسك. زين، بعد اذا اول شيء قلنا للارينج ترتيب قرار. بعد هم تستعمل لامر ما؟ لا ما تستعمل لامر ما. هنا قلنا هي للتعبير عن الفيوتشر. القاعده مالتها شو؟ ما مطينا قاعده مالتها، فهنا احنا راح نكتب لكم القاعده مالتها. القاعده مالتها يقول بالمفرد نخلي از، وبالجمع ام ار، وبالاي ام يجي ورا هن الجوينج تو. بالمناسبة هي مو بس الجوينج تو، والجوينج تو يجي وراها فعل مجرد خالي من الإضافة. اكو بيها تفاصيل؟ لا، هن ذن كل اللي مطينا ياهين. جيد، نجي على الأسئلة مالتها. يقول لي رتب لي القواعد استعمال الجوينج تو. هنا أنا في حالة السؤال الار، ثم الفاعل، ثم الجوينج تو، ثم الفعل المجرد. نجي على هاي الار، ثم الفاعل، ثم الجوينج تو، ثم الفعل يكون مجرد. هنا ايضا الار والفاعل والجوينج تو والفعل يكون مجرد، ما مخلينا البوت علامة الاستفهام. هنا الار والفاعل والجوينج تو والفعل يكون مجرد، وكذلك هنا الار والفاعل والجوينج تو والفعل يكون مجرد، ماكو اشكال. هنا التمرين الجواز شبابنا الاعزاء، عندنا اسقاطات. يقول يلا تعال نسويهن. شو اسوي ابويا؟ سوي لنا الاسقاطات ذني يا بعيني. اول وحده كومبلين، يشتكي، يتعلم، يركض، يقول، يحاول، يغسل، لا يقبل، يأكل أو لا يأكل، ولا يقول. خوش حكي هنا. أنا أو رقم اثنين I am going to try. هنا أنا eat. فهنا يقول الرائحة تبدو مقرفة مروعة، أنا سوف لن آكل. جيد. I have been trying hard enough. أنا لا أقوم بمجهود كافي. إيه، وأنا I am going to try. وأنا سوف أقوم. I am going to. والتراي تبقى نفسها try. هنا في حالة السؤال، حالة السؤال رقم ثلاثة وات، هاي مو، لا لا هاي مو، شوف عندنا نقطة ما عندنا علامة الاستفهام، فصير I am going to، وننزل الفعل. هو شنو الجملة؟ يقول I have to make a speech tomorrow، عندي خطاب غدا، فلا أعرف ماذا أقول. I'm going to say، أنا لا أعرف what I'm going to say. السيارة كانت قذرة، نعم. وإذا السيارة قذرة أنا سوف أغسلها. I am going to. والwash تنزل مثل ما هي wash. I have I've been offered a job. أنا يعني شلون تم عرض وظيفة علي. ولكن شنو؟ I am ما دام لكن يعني I am not going to accept it. أنا سوف لن أقبلها. ستة، لانجوج لغات.
6 language لغات. أنا سوف أتعلم لغات. I am going to learn لأتعلم اللغة. One day أحد الأيام ماراثون في الماراثون. I am going يصير I am going to run سوف أركض في الماراثون. وراء هذا food restaurant awful الأكل كان مروع يعني ما ينوكل. إيه ولا ما ينوكل والله ما دام ما ينوكل I am going to complain أنا I am going to وخلي كلمة complain. 9 Ben doesn't need to learn no Ben لا يحتاج أن يعرف ما حدث فلذلك I am not going I am not going to tell لأخبره. نجي السؤال الوراء نفس الحالة أول واحد كلها is going to is going to is going to هنا is going to learn is going to be late راح نخلي الفعل be حتى يتناسب مع الفعل late صير be I am not going to be late. ليش خليت ال be حتى يتناسب مو هي late صفة هنا sing I am is going to be sing وهنا أنا run are going to be run هنا cost راح يصير is going to cost a lot أيضا يقول إسقاطات يكون يشتري يستسلم أو يتوقف يتصل يلعب يقول يسافر أوكي أول واحدة دقيقة 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 شو هنا استعملنا الوير ليش استعملنا الوير استعملنا الوير لأنها تشير إلى الماضي شلون نحن كنا مقررين أن نسافر ولكن قررنا وقررنا to go by car قررنا نسافر بالترين أو القطار ولكن قررنا زين هنا راح صعدنا مشكلة وهي شو راح نميز بيناتهم إيه مو هاي الجولة الثانية بالماضي إذن هاي راح تصير بالماضي رقم اثنين يا شبابنا يصير I was going to hey, I was going to buy أنا سوف أنا كنت مقرر أن أشتري ملابس جديدة ولكن I didn't have لم أملك الدلالة على الماضي إذن هذا التمرين كله يشير إلى الماضي شو راح نميز بينه؟ يعني شوف التمرين القبله ماكو شيء يدل على الماضي، بس هنا يدل على الماضي. توم اند اي ذولا جماعة نخلي وير تصير وير ار جوينج تو وير ار جوينج تو فون لا ما فون رغم ما تصير فون بلاي يعني حتى يصير معناها يلعب التنس ليه ما تشتغل؟ ايه يلعب التنس. الاي تاخذ ووز اي ووز جوينج تو phone اتصل بجين 5 الاكزام مفرد was going to راح يصير be يكون هارد صعبا 6 بيتر was ورا ما نخلي was going to give up يتوقف عن الوظيفة 7 عندنا بيها فراغين فراح يصير هنا where زائدا الفاعل زائدا الgoing ورا الجوينج تو ايش راح يجينا يقول انا اسف للمقاطعه وات وير يو جوينج تو سي ماذا كنت سوف تقول هذا الفصل 20